الحقيقة أنا يعني أنا بعتبر هذا هو العرس الديمقراطي، وهذا هو المهرجان الاستحقاقي الذي تستحقه مصر بجدارة. الشعب اليوم أصبح أكثر وعيا بضرورة التكاتف والمشاركة في صناعة هذا المستقبل الطيب المبارك، والحمد لله رب العالمين. هذه الظروف الانتخابية التي نحن فيها الآن تأتي في ظل أجواء من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والفكري والاجتماعي والأخلاقي وكل الأمور الطيبة المباركة التي تنعم بها مصر. نحن الآن نقوم بواجبنا لتسليم هذا البلد إلى هذه النخبة المنتقاة المختارة من الأكفاء المخلصين الذين نظن فيهم الخير، ونعلم تماما أن مصر أمانة في أيديهم، وأنهم سيعملون لما فيه صالح البلاد والعباد إن شاء الله.